عليكم شباب خير بس بالنسبة للسبور التشويرية راه كاين واحد التصميم حيث كيبين لاخر قاعات عندنا فيما يخص مسألة العلوم الفيزيائية عندنا القاعات 6 7 8 9 عندنا مسلك الآداب قاعة 1 و 2 عندنا مسلك العلوم الإنسانية قاعة 3 4 5 هذا كيسهل الولوج ديال التلاميذ وهذا العملية كتسهل لاخر إنسيابية التحاق التلاميذ في القاعات مع الواقع هو القاعة هو واحد هاد الجناح اللي أمامكم هاد الجناح اللي أمامكم وهذاك 6 7 هذاك الجناح اللي كاين الجناح العلمي كاين الجناح أحسن جناح العلمي الأدوات وزعناهم بشكل متسلسل بين الذكور والانثى ابتدائي مع ثانوي كاين الحبي وهذا واحد يلا اربع القاعات سنج الرسم الادب ابو سيدي الاسماء النظف الأول دائما كتأكدوا المسلك اللي هو العلوم الفيزيائية هي فرنسية المادة الفيزياء هي الباب رقم واحد دائما العلوم الفيزيائية هي فرنسية فيزياء جوج العلوم الفيزيائية هي فرنسية فيزياء ثلاثة العلوم الفيزيائية هي فرنسية فيزياء أربعة هذا رقم خمسة سي إدريس العلوم الفيزياء الظرف الآخر هو خاص المسلك العلوم الإنسانية هي فرنسية المادة اللغة العربية مديرية الناظور مركز بن رشد القاعات عندنا فيها خمسة خصنا نلقاو فيها خمسة ديال الأدوات كما كتشوفوا كتواجدوا في اخر اللي هو
بلاستيكي. راشد بدات القاعده صافي الضرب الثاني هو في البدايه يعني كنرحبوا بالسيد المدير الاقليمي وكنواصل المصالح ديال المديريه الاقليميه اللي كيتواجدوا معنا اليوم في هذه العمليه ديال الافتتاح ديال الامتحانات الشهاديه الخاصه بامتحان الوطني الدوره العاديه. اليوم مبرمج عندنا جوج ديال المسالك من داخل المؤسسه ديالنا، هو مسلك الاداب والعلوم الانسانيه ومسلك علوم فيزيائيه ومسلك علوم الحياه والارض. عندنا ثلاثه ديال الادراك اللي كتشوفوهم هادو، كاين الضف الاول ديما كنتاكد منه واش فعلا خاص بالمؤسسه ديالنا وبالمسلكنا ديالو. عندنا الضف الاول هو خاص بمسلك علوم الحياه والارض، الماده الفيزياء والكيمياء، المديريه الاقليميه الناظور. بالنسبه للمركز الوطني للرشد عدد القاعات واحد اثنين كنشوفو هاد الحفظه، واعتقد اللي هو هي اللي قلنا في جميع الجوانب ديالو. السي مصطفى جوج ديال الاساسيين اخوان واصل المصالح الممثل المهني كاين هذاك سميتو موقع ناظور سيتي اللي كيغطيو هذه العمليه اللي كتبع العمليه ديال افتتاح اليوم الاول للامتحان الوطني. كنتمناكم ان شاء الله التوفيق للجميع ان شاء الله. غير خزو مزيان ان شاء الله.